آية وعبرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا لبنا خالصا سائغا للشاربين. في الآية عبرة ودلالة على قدرة الله وحكمته ورحمته، فهذا اللبن الخالص السائغ يتخلص من الغذاء في معدة الحيوان الذي يتحلل دما إلى العروق ولبنا إلى الضرع وبولا إلى المثانة وروثا إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. وفي هذه العملية عجب لا ينقض التأمل فيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آية وعبرة.